إذن مشاهدون قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من لاكورنيش ديال مسجد الحسن الثاني. فمن دابا شوية غادي يبدأوا الاحتفالات بشوب الاصطناعية هنا بمنطقة عين دياب بخصوص الاحتفال بعيد شباب المجيد. استنفار أمني كبير، حضور كل من عناصر الأمن، عناصر الوقاية المدنية، عناصر القوات المساعدين، كل شيء حاضر هنا، السلطة المحلية كاملة خصوص هذا الاحتفال اللي غادي يكون شوب اصطناعية بمنطقة عين دياب على مقربة من مسجد الحسن الثاني. يعني شوفوا جميع المعدات يعني حاطينهم هنا في حالة وقوع يعني شي حاجة ديال الخطر باش يديروا التدخل ديالهم على الفور. هادشي في المنطقة ديال عين دياب على مقربة من مسجد الحسن الثاني، هنا فين غيكونوا الاحتفالات بعيد شباب المجيد. نشوفوا شحال ديال الناس هنايا، شوف شحال ديال المواطنين يعني اللي كيتسناو الاحتفالات تبدا. مابقى الاحتفالات والو، يعني نورمالمون دايرين 9 دونس، هادي 9:25، يعني كل شيء مؤمن هنا، كل شيء مسيكوريزي تفاديا للخطر. خرجوا الناس يعني على برا وداروا هاد الحواجز الحديدية باش ما يتخطاهم حتى شي واحد من أجل السلامة ديال جميع المواطنين المغاربة اللي غيحضروا لهذا الاحتفال. يعني هنا منطقة عين دياب مدينة الدار البيضاء، ما بقى والو على قبل هاد الاحتفال. بزاف ديال الناس كيدوزوا من هنا كيقولوا شنو واقع، شنو طاري، شنو كاين. اللي كاين هو ان الاحتفال بعيد شباب المجيد بمنطقة عين دياب. شوفوا شنو واقع، يعني بزاف ديال الناس اللي جاوا حاضرين كيتسناو الاحتفالات يبداو، بقات لهم الا 4 دقائق وغادي يبداو الشوب الاصطناعية في السماء والكل غادي يحضر لهاد الاحتفالات ديال عيد شباب المجيد. فنتمنوا التوفيق للجميع والله يسهل عليكم كاملين. نتلاقاو من دابا شويه في بث اخر ديال الاحتفالات. تبقاو على